مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله. وفي بدايه هذا اللقاء نرحب بضيفنا في الاستوديو الناقد الرياضي بالاهرام الاستاذ علاء عزت. مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا مساء الخير استاذ محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. هبدا مع حضرتك مع الساده المشاهدين من حيث انتهت فقره الاخبار واشارتنا الى بروتوكول التعاون اللي بيرغب نادي الاتحاد والمسؤولين في نادي الاتحاد البحريني الى او في توقيعه مع النادي الاهلي، وفكره دور النادي الاهلي في نقل خبراته ونشر شعبيته أكتر في العالم العربي. رأي حضرتك إيه؟ هي طبعا مبادرة أكتر من رائعة وتوقيتها نموذجي، لكن النادي الأهلي يعني مش محتاج اللي هو كسب شعبية، لكن الرياضة المصرية محتاجة كسب أرضية في منطقة في التواجد. بالفعل احنا الفترة اللي فاتت دي الرياضة المصرية من خلال نجوم الكرة ومدربين حتى مش كرة قدم بس، كل الأندية لا، فقدنا أرضية كبيرة جدا في الوطن العربي السنين اللي فاتت، يمكن 10 سنين اللي فاتت دي تراجعنا بشكل كبير جدا رقميا حتى في الإحصاءات، المدرب المصري والعدد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج في منطقة الوطن العربي وتحديدا منطقة الخليج، لا احنا تراجعنا بشكل كبير جدا. الساحة تقريبا اكتسحها دول شمال افريقيا، لاعبي ومدربي شمال افريقيا اكتسحوا الساحة بشكل كبير جدا. شعبية النادي الاهلي ما تأثرتش خالص، بالعكس شعبية النادي الاهلي بتزيد بكل زيارة النادي الاهلي مع استمرار لكن انا كنت شايف ان حتى كمان مشاركة الاهلي في البطولة العربية انا كنت سعيد جدا، رغم ان كنت عنصر التوقيت الاهلي مشاركة الاهلي في بطولة دوري ابطال العرب، انا كنت يعني كناقد رياضي كنت شايف ان توقيت البطوله توزيعها مع البطوله الافريقيه كان شيء معوق للنادي الاهلي، لكن كان مطلوب ان النادي الاهلي يكون متواجد في بطوله كبيره زي دي، اللي هو النادي الاكثر شعبيه في الوطن العربي، النادي الاكثر جماهيريه في الوطن العربي، النادي الاكثر تاريخا وقيمه في الوطن العربي، فكان وجوده مهم جدا. يمكن شويه يعني رحبنا بان الاهلي شارك في بطوله دوري ابطال العرب علشان على حساب الجانب الفني، لان الاهلي لازم يكون متواجد، ودي الاهلي اللي هو من صنع البطولات العربيه، يعني البطولات العربيه اعلاميا وشعبيا وجماهيريا ما حدش شعر بيها الا مشاركه النادي الاهلي في 95، يمكن سنه 95 ابتدت البطولات العربيه، ودي كان بشهاده رؤساء الاتحاد العربي السابقين، بشهاده المسؤولين في الاتحاد العربي، قالوا ان مشاركه النادي الاهلي هي احياء البطوله العربيه، هي المكسب الحقيقي للبطوله العربيه، عشان كده كان تواجد النادي الاهلي كان مهم جدا. البروتوكول واحنا طبعا يمكن عايز اقول لحضرتك النادي الاهلي أكد لك أن شعبية النادي الأهلي مش محتاج كسب مزيد من الشعبية، إن احنا عندنا 19 نادي في الوطن العربي باسم النادي الأهلي، يعني ده النادي اللي اتفرعت منه، يعني يمكن أكتر نادي في الوطن العربي اللي فروع. لا احنا مش يعني ممكن ما نقولش كسب شعبية، لأن الشعبية دي موجودة. ممكن نقول التعبير الأدق هو الاستفادة أكثر من خلال مزيد من بروتوكولات التعاون ونقل الخبرات. من عشان كده بقول لحضرتك العربية صديقة لينا، ده المقصود بفكرة تفعيل. أنا قلت لحضرتك الأهلي مش محتاج شعبية، مش لكن الأهلي تفعيل بقى شعبية تفعيل، لأن ده هيعود بالنفع على النادي الأهلي، على الأقل على القطاع الرياضي مهم جدا النادي الأهلي، في جانب اقتصادي مهم جدا، لأن في أندية بتتعامل مع النادي الأهلي بفكر اقتصادي، لأن بالنسبة للنادي الأهلي يمكن كل الرؤساء الأندية ما فيش رئيس نادي عربي بيجي مصر هنا في أي مناسبة إلا لازم يكون حريص على زيارة النادي الأهلي. في كمان حاجة عايز حضرتك تعلق عليها، أن هنا الأستاذ أشرف أنور رئيس نادي الاتحاد البحريني بيقول نود الاستفادة بخبرات وتجربة النادي الأهلي الرائدة في أكاديميات كرة القدم، وتحديدا الاستعانة بعدد من الخبرات والمدربين المتميزين من النادي الأهلي. هو ده المكسب بقى، كوادر هو ده المكسب الحقيقي، هو ده بقى المكسب الحقيقي، أن الأهلي او الرياضه المصريه من خلال النادي الاهلي يرجع تاني المدرب واللاعب المصري يتواجدوا في منطقه الخليج بشكل كبير جدا، زي ما كنا في البدايه. يعني بدايه المدربين في العرب في الخليج كانوا مصريين بالبدايه خالص، من ايام الكابتن طه الطوخي الله يمسيه بالخير، والباقي المدربين وكابتن محسن صالح وكل الناس اللي هم ابناء النادي الاهلي اللي هم صنعوا تاريخ كبير جدا كمدربين وكنجوم في الوطن العربي، وكابتن حسن شحاته في الكويت، كان في كابتن علي خليل برضه في الامارات، لكن اقصد ان هذا التوقيت النادي الاهلي محتاج ان هو من خلاله نعيد تصدير المدرب واللاعب المصري مره اخرى من خلال هو تحليل حضرتك لاسباب هذا الاكتساح اللي حضرتك قلته حسب وصفك، ليه حصل نوع من التواجد اكثر من التواجد المصري للمدربين من منطقه شمال افريقيا ومنطقه المغرب العربي في دول الخليج وفي المنطقه العربيه؟ ليه ده حصل، او ليه حصل تراجع للتواجد المصري في هذه المنطقه على مستوى المدربين واللاعبين، وازاي نعدل من ده؟ الفكره كانت البدايه ان الانحصار ده حصل تقريبا مع بدايه الالفينات، يعني لحد سنه 90 كان اللاعب المصري هو اكثر تواجد. شفنا كابتن اسلام الشاطر، اسلام كابتن عماد النحاس، كابتن عماد متعب، شفنا يعني كان انديه القمه في
في السعوديه مثلا او في الكويت او كده كان فيهم لعيبه من النادي الاهلي، لكن الحصار ده حصل بسبب المبالغه الماليه شويه، ان كان وقتها ابتدت العروض الاوروبيه الانفتاح على الاحتراف الاوروبي. شفنا لعيبه مصريين، كابتن هاني رمزي اللي كان موجود وحضرتك مداخله يحترف في المانيا، كابتن محمد زيدان، سمير كمونه، احمد بلال، كابتن محمد فاروق، بيروحوا اوروبا، فابتدت النظره تتوجه كلها لاوروبا. دي عطت مساحه، ان كان صعب جدا ان حد يتعاقد مع لاعب مصري في هذا التوقيت، اللي هم عارفين اللاعب المصري تفكيره راح لاوروبا خلاص. المغالاه كمان في الاسعار، يمكن المدرب المصري السعر او العرض اللي بيطلبه المادي، المدرب الشمال افريقيا بيقبل بنص الثمن، وانا اعرف ده كويس جدا، يعني من خلال متابعه للصحف بشوف ان في حتى بعض الناس بينتقدوا المدرب المصري ان هو رفضت وحضرتك بتطالب المدرب المصري عشان خروج المصريين للعمل اكثر وتواجدهم اكثر في العالم العربي وتاثيرهم في رياضه كره القدم، انهم يبقوا عندهم القدر من المرونه في التفاوض. يعني اخر تجربه ناجحه بالنسبه لنا كان الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن عمرو انور من ابناء النادي الاهلي، يمكن دول اخر تجارب ناجحه للمدرب المصري الشاب في دول الخليج، يمكن دي كانت اخر حاجه. لكن المبالغه في الامور الماديه اعتقد ان دي سبب تراجع المدرب المصري بشكل كبير. تجربه حضرتك صحح لي لو كانت معلومه غير دقيقه، ان كابتن بدر رجب طبعا لا كابتن بدر ومستمره حتى الان، لا كابتن بدر رجب خلاص ده راح في حته ثانيه وخد كارير ثاني وخد قطاع الناشئين من بدري، يعني زي كابتن علي خليل معمل اللي هو نجم الزمالك وخد منطقه ما حدش بيبص ليها كتير جدا اللي هو قطاع الناشئين، استفاد جدا من تجربته مع الخبير الهولندي اللي كان في قطاع الناشئين في نادي مستر كورفر، استفاد منه وراح طبق المدرسه دي المدرسه الهولنديه في الامارات ونجح نجاح باهر جدا، لدرجه دلوقتي ان بدري رجب اصبح علامه تجاريه، يعني ده اللي بيتقال عليه يعني ترند بالنسبه لقطاع الناشئين في الامارات. لا الكابتن بدر رجب علامه مهمه جدا، فنتمنى واي واحد التجارب. اي واحد يروح الامارات لازم وقلت اسم بدر رجب، لا اسمه مغني اعتماد يعني جدا. يعني هنا بتطالب المزيد من المدربين المصريين انهم يحاولوا يفكروا بطريقه احترافيه اكتر بالظبط في الفرص اللي بالزبط ممكن بالظبط بالظبط. يعني انا بكون حزين جدا بشوف الدوري السعودي ممكن شويه ما يكونوش موجودين في انديه القمه، الانديه الكبيره الاهلي والهلال والنصر والاتحاد مش موجودين، بس موجودين في انديه ثانيه، انديه الوسط، احنا دي افتقدنا المساحه دي وراحتها كلها انديه مدربي شمال افريقيا. اذا هو امر ايجابي عشان ننتقل لمحاور ثانيه، فكره التعاون الاهلي وترحيبه ببروتوكولات التعاون مع انديه عربيه وخليجيه صديقه لينا، انه ده هيحدث حاله من التواجد اكتر للمدرب المصري. والنادي الاهلي لو حضرتك بالاحصاءات والارقام هو اكتر نادي مصر صدر لاعبين ومدربين لكل الدول العربيه بلا استثناء، فضلا عن تجارب الانديه طبعا ابتدت بالنادي الاهلي طبعا وحملت جدا وحملت اسم النادي الاهلي طبعا في بلادها، سواء كنا بنتكلم في السعوديه في الامارات طبعا من الدول طبعا العربية اكيد الشخصية. اكيد ان شاء الله تكون التجربه موفقه وتكون نقطه انطلاق جديده لمزيد من افاق التعاون الاهلاوي المصري الدولي من خلال التجربه مع نادي الاتحاد البحريني ان شاء الله وبروتوكولات التعاون القادمه بين الناديين. هنبدا بالحديث عن منتخبنا الوطني الاول، ليه خرجنا بهذا الشكل وبهذه النتيجه؟ تحليلك لادائنا او تفسيرك لاداء والنتيجه في المباراه الاولى. شوف هو حصل العكس، يعني سبحان الله، يعني النقيض حصل، يعني الناس كلها متفائله بالمنتخب الاول ومتشائمه بالمنتخب الاولمبي، حصل العكس سبحان الله، يعني حصل ان الحاله انقلبت بالتشاؤم عند المنتخب الاول والتفاؤل عند الاولمبي، دي حاله عجيبه وحاله فريده جدا، يمكن تزامن كمان مباراه مصر وكينيا مع مباراه مصر والكاميرون في نفس اليوم، دي عملت حاله عند الشارع المصري قلب التفكير. منافسين في المنتخب الاولمبي في البطوله بالظبط بالظبط طبعا، والبطوله الرسميه ومنافسين اقوياء جدا، انت بتتكلم على نخبه المنتخبات الافريقيه بجد، يعني معنا في مجموعتنا بس يعني عندنا مالي والكاميرون يعني اسماء سبحان الله. حصل العكس، يعني ويمكن سمعت مبرر الكابتن حسام البدري وقتها انه لما قال ان توقف الدوري اصلا سبب عداء المنتخب، ده تصريح كان ممكن يكون مقبول جدا عند الناس وممكن الناس تتفهمه، لكن كان في حاجتين، في اول حاجه اللي كان في لاعبين محترفين في المنتخب بالتالي مش متاثرين بتوقف الدوري، ان هم كده بيلعبوا مع انديتهم، فبالتالي حجه او مبرر ان المنتخب اداؤه كان صدمه للجماهير بداعي توقف الدوري، اعتقد ان الكابتن حسام بدر ما كانش موفق فيه اطلاقا للمنتخب في جانب، لان على النقيض تماما وعلى عكس تماما المنتخب الاولمبي اللي هو كل لعيبته محليين، يعني المنتخب الاولمبي ما عندناش ولا لعيب محترف في المنتخب الاولمبي، وكل اللعيبه دي بتلعب في انديه اثرت بايقاف الدوري، وشفنا ادائهم كان ازاي، اداء مميز جدا وفي قمه او كانوا في قمه. لا حضرتك بتقول الاداء مش بس ان النتائج افضل، الاداء كمان يمكن شويه في بعض الناس بتقول ان الروح كانت ليها دور مهم جدا
جدا. طب وليه الروح مش موجوده في المنتخب الاول؟ ليه مش موجوده؟ يعني انا بقول لحضرتك يعني التصريح ايقاف الدوري ده كان ممكن الناس تقبله وكان ممكن هذا التصريح يمرر، لكن اللي حصل من المنتخب الاولمبي افسد على الكابتن حسام البدري، او مش افسد يعني او قال ان التصريح كابتن حسام البدري غير موفق، لان انت على الاقل خالص على الاقل خالص المنتخب الاولمبي كل لعيبه محليين ان مستوى المنتخب الاولمبي حسب كلامك استاذ علاء جعل تصريح الكابتن البدري غير مقبول، غير مقبول غير منطقي، غير منطقي وغير مقبول. ده بالعكس كمان ده كان ممكن نتفهم لا قدر الله حصل اخفاق للمنتخب الاولمبي والكابتن شوقي غريب قال لك ان انا اتسخرت بايقاف الدوري، كان ممكن ده مقبول، لكن وخاصه ان كل لعيبه محليين، كل لعيبه محليين لعيبه المنتخب الاولمبي كلهم محليين، رمضان صبحي مع النادي الاهلي، الرباعي النادي الاهلي، لعيبه الزمالك كلهم ما بيلعبوش اي ماتشات خالص من منذ توقف الدوري من 5 اكتوبر، فبالتالي كان ممكن يكون مقبول ان الدوري اثر سلبيا على المنتخب، لكن ان ياثر سلبيا على المنتخب اللي هو معظم افراده من اللاعبين المحترفين اعتقد ده كان تصريح عندهم خبرات موفق. اكبر طبعا احنا نشوف كل اللعيبه بتاعتنا جايه المحترفين كلهم جايين وكانوا قبليها بثلاث اربع ايام بيلعبوا في الدوري والدوري الانجليزي وبيلعبوا في كل الدوريات، فما كانش تصريح. طيب اشكاليه كبيره موجوده دلوقتي او جدليه يا استاذ علاء ما بين دور الاعلام الرياضي والنقد الرياضي في وضع النقاط على الحروف ولفت الانظار للقصور الفني وللاداء المحبط في المباراه الاولى والنتيجه طبعا المخيبه للامال، وبين دورنا في دعم منتخبنا دلوقتي وان احنا ما حدش يطلع يقول يا جماعه هل بتكسروا المنتخب وهو لسه عنده ماتشات مهمه وهياخدوا فريق واحد او منتخب واحد من مجموعه. شايف الامرين دول ازاي او المقارنه بينهم ازاي؟ شايف ان الاعلام الرياضي اصبح متهم في كل الاحوال. لو حضرتك انتقدت هذا التوقيت يقول لك انت ليه، انا عن نفسي يعني تجربه شخصيه ان انا انتقدت تصريح كابتن حسام البدري عبر صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي، في كتير جدا من الناس ايدتني في رايي والبعض الاخر اختلف وانتقدني ان انا بنتقد المنتخب في هذا التوقيت وقال لي لا ده مش توقيته لان احنا عندنا مباريات، ولو صمتنا بيتهم الاعلام الرياضي وقتها ان هو متخاذل وان هو قصر في حقه ان هو ينقد اداء المنتخب في مباراه كينيا ويقول لك انت كنت فين في او ان ده بيتسبب الصمت ده من وجهه نظر اصحاب الراي ده بيسبب مزيد من القصور بالظبط بيسبب من القصور وتطلع انت قدام الراي العام مدان يعني مقصر. زي مقصر يعني زي اللي حصل في كاس العالم فجاه بدل الاشاده بالمنتخب الوطني لما تاهل كاس العالم اصبحت المتهم الاول في نظر كل الناس هو الاعلام اللي يقول انت كنتوا فين لما كان المنتخب بيستعد لكاس العالم كنتوا فين ده الناس قالت كنتوا فين لما كنا بنكسب وادائنا سيء وادائنا سيء مظبوط انتوا كنتوا فين وسايبين كوبر يستمر كنتوا فين واحنا كان وقتها مطلوب ان احنا ندعم المنتخب الوطني فاحنا كنا في كلتا الحالتين سواء انتقدنا الان او بنصحح الاخطاء من الان بننتقد ولو صمتنا واجلنا الانتقاد او كشف الحساب الى ما بعد النهايه بنتهم ان احنا تخاذلنا في هذا التوقيت وان احنا يعني زي ما بيقول تسطرنا او اخفينا بعض العيوب في وقت معين. طيب ايه اللي مطلوب قبل مباراه او خلال مباراه الغد امام جزر القمر المباراه الثانيه واعتقد انها تبقى مباراه مهمه قوي نتيجتها والاداء فيها في مشوارنا بعد التعادل في المباراه الاولى. شوف انا يمكن كنت ضيف هنا في نفس البرنامج مع الاستاذ محمد سعيد وقلت ان قبل تولي الكابتن حسام البدري المهمه قلت ان اي مدير فني هيجي للمنتخب الوطني يعني مدرب محظوظ جدا لانه جاي في نزهه كرويه. انا كنت شايف وحتى الان رايي ان تصفيات افريقيا دي نزهه لاي مدير فني يعني ان احنا نتحدث على اهميه مباراه جزر القمر تعتبر عيب يعني انا شايف ان عيب جدا نتكلم على ان مباراه جزر القمر مباراه مهمه بالنسبه لنا او مباراه صعبه بالنسبه لنا طبعا ده عيب شايف ده غير مقبول دي نزهه كرويه يعني زي ما بنشوف المنتخبات الافريقيه يمكن باستثناء المغرب بس بنشوف المنتخبات الكبيره بتعمل نتائج شفنا الجزائر بتكسب بالخمسه يمكن بس باستثناء المنتخب المغربي ولكن المنتخب المغربي برضه بيعاني يعني المنتخب المغربي حتى من بطوله كاس الامم حتى كان ظروفه مشابهه واقالات ونفس القصه مشوا هيرفي نار المدير الفني وجابوا مدير فني جديد ونفس القصه عندهم مشاكل كتيره جدا مشاكل فنيه وفي مشاكل اداريه ودي كانت النتيجه انهم تعادلوا مع موريتانيا وطبعا فرق كبير جدا بين المغرب وبين موريتانيا نفس الامر بالنسبه لنا احنا تعادلنا برضو مع كينيا ده بيقول ان انعكاس المشاكل والخلافات الاداريه على النتائج يعني ده انعكاس مباشر جدا يمكن اكتر منتخبين تاثروا بالاخفاق في بطوله كاس الامم الافريقيه وتبعات هذا الاخفاق من تغيير اجهزه فنيه والمغرب. هي مصر والمغرب وشفنا كمان يمكن نفس اللي بيحصل في مصر بيحصل بالكربون في المغرب شفنا برضو نفس القصه كان في خلاف انقسام حاد جدا على اختيار المدير الفني حتى الاجهزه المعاونه انا كنت شايف ان الكابتن حسام بدري ما اختارش اجهزه فني معاون وده شيء
مش ايجابي ان هو يجي. كنت تفضل او بتشوف ضروري ان هو اللي يشكل الجهاز طبعاً عشان يتم تكليف طبعا الجهاز. لكن يتولى تدريب منتخب مصر بعرض نص عليا ونص عليك، لا يعني ان الاتحاد كله يختار نص الجهاز وهو يختار نص الجهاز، لا انا كنت شايف ده امر غير موفق. كمان ان 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 ازاي البدايه كانت بدايه كلها ازمات، اشاره القياده وازمه لعبه بيراميدز وتاجيل الدوري، لا انا كنت شايف ان كان في دور اهم من قبل ما نخش التصفيه دي، كان لازم في حاجات كتير جدا جوه البيت كانت لازم تتصلح. طيب يعني ما زلت على يقين او رؤيتك، هل معناها انه الفرصه كبيره جدا بالنسبه لنا وان المجموعه سهله مقارنه بمستوى منتخب مصر الفني رغم التعادل على ملعبنا في المباراه دي؟ دي حادثه كرويه وانتهت. معنى كلامك انك لن تقبل يا استاذ علاء، هل يمكن ان تقبل عدم النجاح في مشوارنا في التصفيات لاي سبب، ولا ده هيبقى غير مبرر على الاطلاق مع المجموعه كارثة. دي او في ظل المجموعه كارثة. دي وكارثه. اذا كنا قبلنا لهذا الامر قبل كده في مرحله معينه، دي كانت الظروف بالبلد بتمر بيها فتقبلناها، وتقبلناها بعد 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 سلسله نجاحات كبيره جدا جدا في عهد الكابتن حسن شحاته، انك تفوز بثلاثه كاس امم افريقيه وتكون قاب قوسين او ادنى من انك تتاهل لكاس عالم وبتقدم افضل عروض. فبيبقى منطقي ان يبقى بعد الصعود ده يعني حتى لما يكون انا عندي واحد بيقدم لي كل شيء، بينجح لي بيمتاز في كل الامتحانات، ويجي في مره يخفق في ماده او يخفق في امتحان، ممكن اتقبل له العذر وقتها. وكانت وقتها البلد كمان نفسها في ظروف صعبه جدا، يعني المنتخب وقتها كان مفيش ظروف، كانت صعبه جدا. لكن دلوقتي لا، دلوقتي مفيش اي. طيب هل المجموعه المختاره، يعني لسه هنتكلم عن تاثير غياب محمد صلاح وحجم هذا التاثير على الاداء وعلى نتائج المنتخب، هل هو تأثير يعني كبير جدا ولا نسبي أو بسيط أو محدود؟ لأن احنا بنتكلم عن تيم وورك في النهاية، مش عن لاعب واحد مهما على شأنه أو كان حجم نجومية. هل مجموعة الاختيارات الموجودة، هل اللاعبين يعني فين المشكلة الفنية اللي احنا محتاجين نعالجها في المباراة الثانية إن شاء الله وبدءا من مباراة الغد أمام جزر القمر، في تكلفات الجهاز الفني، في طريقة اللعب، في الروح والحماس زي ما حضرتك قلت اللي مش شايفينها زي المنتخب، فين المشكلة؟ اعتقد المشكله في سبب التشكيل. يعني انا شايف ان الكابتن حسام البدري خد وقت كبير جدا جدا، وهو ودي امر انا برضو بستعجبه لان هو ياخد فتره كبيره جدا. ممكن تكون بعض الظروف حصلت، اصابات زي اصابه محمد صلاح، ازمه بيراميدز برضو يمكن اثرت شويه على التشكيل، اصابات بعض اللاعبين في النادي الاهلي زي حمدي فتحي، يعني ممكن اعتقد ان في بعض ممكن تربك حساباته، لكن برضو حتى ربك الحسابات لمنتخب بحجم مصر ما يدوش العذر انه يتعادل مع كينيا وانت متقدم، وبعد كده حتى ادائك، يعني حتى ممكن كره القدم فيها كل شيء، ممكن تستعيد المباراه بالكامل، لكن ادائك ما كانش الناس مقبول. الاداء نفسه ما كانش مقبول، كان عشوائي يعني. جدا لما يكون التعادل مش مفاجاه، ده هنا لازم نوقف. لما يكون امر التعادل مع، يعني حضرتك لو كنت بتتفرج على المباراه انت عندك احساس في اي لحظه ان ممكن منتخب مصر يجي فيه جون، ولما حصل ما كانش مفاجاه للناس، يمكن الناس كلها كانت منتظره وقلقانه عيب جدا ان احنا نلعب كينيا ونبص في هنا حضرتك بتقول ان احنا مش كنا بنلعب كويس قوي بس مش موفقين بالظبط. احنا ما لعبناش كويس اصلا، فبالتالي انا شايف ان مهما كان الغياب مش مقبول التعادل مع كينيا، مهما كانت الظروف مش مقبول الا بفوز كبير على جزر القمر، فوز كبير مش 1-0 وارجع، لا يعني ومطلوب عرض كمان يعني. وطبعا حتى لو يعني مع ان الامور كلها ماشيه في صالح منتخب جزر القمر، ماشي اللي فوزوا كمان على توجو باجماع الاراء. كابتن هاني رمزي كان معانا على التليفون بيقول دي مفاجاه كبيره ان يكسب توجو على ملعب ورايح يقابل منتخب مصر على ملعب جزر القمر، فمعنوياته افضل. المفاجاه دي بتحصل مره يا استاذ محمد، يعني انا يعني دايما المنتخبات الصغيره دي تيجي في مره تروح عامله لك مفاجاه وانتهت القصه، بتنتهي عند مفاجاه مره واحده. لكن مقاييس لا منتخب مصر ولا كنا شفنا كاف فرد دي تاخد لما كسبت المغرب قبل كده وكسبت الجزائر قبل كده، كنا نشوفها تاخد كاس الامم الافريقيه الراس الاخضر، وجت في مره عملت تصفيات كاس عالم، عملت ثلاث انتصارات متتاليه وتصدرت مجموعتها وكانت الجزائر معاها، وكانت الناس كلها بيقول لك دي مفاجاه، لكن انتهت الامر في الدور الثاني او بمجرد ما تلعب خارج ارضها خسر كل شيء، وتصفيات افريقيا ما تاهلتش حتى عن في مجموعتها لبطوله كاس الامم الافريقيه. اقصد المفاجاه دي ممكن تكون، ودايما المفاجات بتنتهي عند مباراه او اتنين بكتير جدا، يعني ممكن تكون مفاجاتها فوز على توجو، دي كانت مفاجاه كبيره جدا، لكن طبعا ما فيش مجال للمفاجات الثانيه يعني. طيب هل الاعلام الرياضي، لو حضرتك بتتابع ده بحكم عملك في الاهرام في الوسط ده من سنوات وخبراتك في المجال ده، بيحاسب المنتخبات الاوروبيه
وفي امريكا اللاتينيه في كل المنتخبات بالقطعه مع كل مباراه بيكون في تقييم من النقاد وبيكون في تقييم من الاستوديوهات الفنيه، ولا لما بيبقى في منتخب عنده مشوار تصفيات او تارجت معين انه يتاهل لبطوله او يفوز بنهائيات بطوله معينه بيستنوا يشوفوا مجمل او مجموع المباريات والنتيجه النهائيه؟ يعني النهارده عندنا المنتخب في مهمه اسمها التاهل لكاس الامم، تمام. هل مفترض نحاسبه ونقيمه في كل مباراه؟ هل شايف ان ده الادق وده الاكثر عداله للمنتخب، ولا المفترض نستنى نشوف حصيله شغل الجهاز واللعيبه في نهايه مشوارهم في التصفيات؟ هي بس الفرق بين نقد المدير الفني او نقد مدير فني للمنتخب والمنتخب كله والانديه، الانديه بتلعب كل اسبوع، فبالتالي ما فيش يعني مساحه النقد ضعيفه جدا، لان خلاص بيكون الفرقه مثلا اللي هي لعبت النهارده بتلعب بعدها بثلاث ايام، ففرصه النقد هنا ضعيفه. لكن المنتخب بيلعب كل فترات بعيده جدا، فترات متباعده، يعني ممكن المنتخب بتاعنا بعد ما يلعب جزر القمر تلاقيه يقعد فتره بيات شتوي طويل جدا جدا، فبدي تبقى فرصه تقييم، والتقييم ما بيتمش الا من خلال النقد، فبالتالي مساحه النقد للمنتخبات الوطنيه اعلى بكتير من مساحه النقد للانديه، وده الموجود. انا والله يا استاذ محمد انا اقسم لك ان الاعلام المصري رحيم جدا 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 بالاجهزه الفنيه للمنتخبات الوطنيه. حضرتك لو شفت ما اللي حصل مثلا في الارجنتين بعد الاخفاق في بطوله كوبا امريكا، جحيم. يعني انا كنت متوقع ان ميسي مستحيل مستحيل هيلعب تاني في منتخب الارجنتين بعد كم الاهانات تعرض ليها. لو يعني مع فرق طبيعي، لو محمد صلاح تعرض لنقد واحد او هذا النوع من هذا النوع من النقد ان النقد تعرض ليه ميسي، اعتقد كان ممكن نشوف محمد صلاح. يعني على ذكر محمد صلاح، ما مدى تأثير هذا النجم الكبير أو أفضل لاعبي منتخبنا على الإطلاق بحكم الخبرات وحجم النجاحات اللي محققها بره على المنتخب في حالة غيابه أو عدم وجوده في أي مباراة؟ شوف، احنا ممكن نتكلم على مدى تأثير محمد صلاح عن المنتخب الوطني لما يكون بيلعب منافس قوي، لما نلعب منتخب أوروبي، بيلعب منتخب من أندية النخبة، منتخب من النخبة الأفريقية، بنتكلم على الكاميرون، نيجيريا، غانا، الجزائر، تونس، المغرب. ممكن هنا نتكلم على تأثير محمد صلاح، الأسماء الكبيرة في الأسماء الكبيرة. لكن لما نتكلم على كينيا وجزر القمر، اعتقد لا، يعني حضرتك ايضا لا لا، بتشوف بنفس القياس ان الكلام ده مش مقبول برضه، نفس منطق ان المجموعه خالص خالص اللي حضرتك قلت بيها ان المجموعه المفترض انها سهله مقارنه بالقرار. فبالتالي ما فيش وجه للمقارنه. لا، وده مش محل خلاف، لا مش محل خلاف طبعا. حضرتك دلوقتي مهما كان مش عايز نقد او مش عايز اداء كلام عن سلبيات، دلوقتي في ناس رايها كده بالظبط، لكن هيتفق مع حضرتك المجموعه سهله بكل المقاييس، يعني بكل المعايير المنطقيه هي المجموعه كانت في صالح منتخب مصر. هي بس المشكله الحقيقيه الموجوده عندنا ان الجهاز الفني او المسؤولين عن الرياضه في مصر، بعيد عن المنتخب كلهم بيقيسوا النقد الاعلامي او حجم الاعلامي من السوشيال ميديا، وده خطر، وده غير حقيقي. يعني هناك في العالم كله القياس على ما يكتب وما يقال، لكن هنا على حساب ما ينشر على السوشيال ميديا، وحتى من الجماهير، حتى من الجماهير بيحاسبوا الاعلام على السوشيال ميديا. واحنا مش جهه اختصاص للسوشيال ميديا. يعني انا ما ينفعش مش اوصياء على السوشيال ميديا. انا يعني انا ما يطلعش يطلع مدير فني يقول لك الحمله اللي بتعرض ليها على السوشيال ميديا، انا ايه علاقتي بالسوشيال ميديا؟ انا بكلمك على المطبوعه اللي بكتب فيها رايي، يعني حاسبني على المحتوى، على المحتوى فيها. انت حضرتك لو شفت المحتوى تلاقي ايجابي جدا جدا جدا، والله يا استاذ محمد المحتوى المكتوب عن المنتخبات الوطنيه في الصحف كل الصحف رائعه جدا جدا، ودعم غير عادي ودعم. لكن هم للاسف الشديد بطلوا يشوفوا المكتوب ويتابعوا السوشيال ميديا، وانا مش واصل على السوشيال ميديا، وما تحاسبنيش على السوشيال ميديا. هي دي المشكله الحقيقيه، ان دلوقتي كل الحكم على منظور الدعم الاعلامي من خلال السوشيال ميديا. انت ما تحاسبنيش انا كناقد رياضي، ما تحاسبنيش على ما انشره على صفحاتي الشخصيه، انت حاسبني على ما اكتبه كناقد محترف، ما اقوله ممكن اكون بقول حاجه متعبه، لكن رايي كمواطن او مشجع كمواطن ممكن يكون لي وجهه نظر مخالفة لسياسة التحرير الجريدة بتاعتي. ممكن سياسة التحرير الجريدة بتاعتي لا، احنا لازم ندعم المنتخب الوطني، او ممنوع الحديث عن السلبيات، لكن انا ممكن كمواطن بقول السلبيات دي. ما تحاسبنيش، حاسبني على المكتوب وما تقرأه وما تسمعه بس. يعني انت كناقد رياضي تشوفني في التلفزيون تحاسبني على التصريح بتاعي، لكن ما تقوليش السوشيال ميديا. هو ده المشكلة الحقيقية. الناس بتمزج او بتخلط بين الامور دي، وبيحاسبوا الاعلام على ما يتم نشره في السوشيال ميديا او تداوله. يعني ايه هاشتاج مثلا يطلع من جمهور على ضد لاعب او بتاع، ويحمل الاعلام يقول لك الاعلام المصري مش واقف ضدنا. انا مش واصل على السوشيال ميديا، انا ماله هاشتاج يطلع ضد فلان الفلاني، ضد مدير فني، ضد لاعب.
ايه علاقتي انا بهاشتاج طالع ويطلع المدير الفني يقول لك ان انا بتعرض لهجوم على تويتر وفي هاشتاج طلع ضدي؟ طب ايه علاقه ده بالاعلام ويهاجم الاعلام في هذا؟ سؤال اخير عشان نقفل القضيه دي ونتكلم عن منتخبنا الاولمبي وعن محاور كثيره اخرى فنيه. استاذ علاء، بيقال دايما ان احنا عندنا عقده الخواجه وما زلنا، وان لما بيجي مدير فني اجنبي لو يعني كان أسوأ مدير فني، يعني شفنا الحقيقه يعني ان مستوى تقدم ما فيش أسوأ من كده في الفتره اللي فاتت، وان الاعلام بيصبر عليه والدوله والمسؤولين في القطاعات الرياضيه وعن امور كره القدم، وان الكل والجماهير حتى بدرجه ما بتبقى متقبله لغايه ما نشوف ايه الفكر، وان ده ما بنديش الفرصه دي للمدير الفني المصري خالص، وان احنا من اول يوم بيبقى فيه هجوم شرس جدا عليه، ما بياخدش حتى من وجهه نظر الكثيرين نفس الصلاحيات في المطالب اللي بيستجاب لها شأنه شأن المدير الفني الأجنبي. ده حقيقي، ده حقيقي، وده شفناه يمكن في أزمة التعامل الجماهير مع استدعاء كهرباء للمنتخب الوطني. شفنا ازاي كل بمجرد ما الكابتن حسام بدري تم اعلن عن استدعاء كهرباء لمعسكر المنتخب الوطني، شفنا قد ايه تعرض لهجوم، هجوم شرس جدا جدا. وده الهجوم برضه تعرض له قبل كده كابتن حاتم الشحاته لما استدعى عصام الحضري لمباراه الارجنتين الوديه بعد هروب عصام الحضري للنادي السيون السويسري هنا. لكن لما شفنا كل المدربين الاجانب لما كانوا بيستدعوا لاعبين عليهم نقطه خلاف او علامه استفهام او علامه تعجب، ما كانش حد بيتكلم. يمكن ده شويه بيرجع لطبيعه ان الجمهور بيتعشم في المدير الفني الوطني ان هو اضرب الظروف. يعني ممكن لا انت عارف ان في ازمه هتحصل هنا لو تم استدعاء هذا اللاعب، وبيتعامل بهذا، بيتعامل بالمنطقه الوطنيه بتاعته، انت بيتهموه هنا بوطنيته. المدرب الوطني بيتحمل، يعني بتبقى كون ان هو مدرب وطني، كلمه بين قوسين كلمه وطني دي بتحمله اعباء كبيره جدا جدا، بيتعرض لانتقادات عنيفه جدا جدا ما اختيار، ودايما بيفسر اختيار لاعب ولو لاعب تم تجاهله بيعملوا له حسابات قديمه جدا، لدرجه انه وفي مشكله بينه وبين جماهير نادي او اداره نادي لاي سبب في فتره سابقه بيبقى بيتم على المدير الفني. ده بالعكس كمان بيتم حسابه على بعض على خلافاته السابقه لما كان مدرب لنادي. يعني في لما يتم استدعاء تاريخ المدرب تاريخ المدرب بالظبط يعني حضرتك قلت تاريخه كمشواره كله تدريبه كله بيتم استدعائه معاه وكل ملفاته تروح معاه لما يمسك المدير في المنتخب. فعشان كده اي لاعب بيضمه او بيستبعده بيكون على خلفيات والناس بتفسرها على خلفيات. لكن المدير الفني الاجنبي لما بيجي لو جاب لاعب من الدرجه الثالثه ولا حد بيتكلم خالص. نفس الامر يعني يمكن وانا جاي في السكه دلوقتي كان في الكابتن ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب اعلن القائمه بتاعته اللي هي بتاع التصفيات، وفي شفت انا استغربت جدا لقيت لعيبه من الدرجه الثانيه موجوده، ويعني عدد لعيبه النادي الاهلي 5 والزمالك تقريبا 4 على حسب ما قريته، وشفت اللعيبه من دوري الدرجه الثانيه فاتبسطت جدا جدا. ده مؤشر جيد. كابتن ربيع دور وشاف على مساحه واسعه جدا. شوف بقى مش هتعرض لانتقادات خالص كابتن عشان لان الاسماء اللي خدها اسماء مش معروفه والجمهور لسه المنتخب هامش الشعور اللي دايما احنا بيبقى كل المنتخبات عندنا فهم الشعور حتى البطوله. احنا يعني معانا كمان القايمه كنا يعني بالزبط. عرضنا الاسماء في بدايه الحلقه بالزبط. وانا بتكلم مع حضرتك كمان هنشير اليها في عدد من اللاعبين طبعا من انديه الدوري يعني الممتاز. يعني عندنا مثلا على سبيل المثال الحصر من النادي الاهلي عندنا حمزه علاء عبد الله حسين محمد اشرف محمد بكري محمود صابر عبد المنعم عبد الرسول عربي بدر مختار سعد وشادي رضوان عبد الرؤوف. عندنا 5 من النادي شوف الاهلي. شوف ثالث لعيب من السكه الحديد. ثالث لعيب الاهلي المصري سكة الحديد ام بي الاهلي الزمالك ام بي الجيش الاهلي بيراميدز المصري ام بي نجوم المستقبل الزمالك المنصوره سموحه الزمالك ام بي الاهلي الزمالك الاولمبي. يعني شوف في تنويع في الاختيار. يعني شوف في ثلاث لعيبه من انديه الدرجه الثانيه، يعني انديه بتلعب في دوري الدرجه الثانيه الاولمبي والمنصوره والسكه الحديد. ده معناه ان هو الراجل بيلف وبيشوف، ودي مفاجاه انك تاخد ثلاث عناصر جديده يمكن دي ما شفناهاش كتير. يعني صعب جدا دلوقتي، يمكن اخر مره شفنا فيها لعيبه مغموره بتخش المنتخب الوطني كانت في عهد دي علامه ايجابيه. ده طبعا انا مش مؤشر ايجابي، ده اكتشاف للمدير الفني والجهاز. هو ده بقى ده المدرب الوطني، ده المدرب الوطني. يعني اعتقد لو مدير فني اجنبي هو المسؤول عن منتخب الشباب اعتقد ما كلش هنشوف الاسماء دي. حتى النقطه دي اتفضل، مع ان انا شخصيا مقتنع باللي حضرتك بتقوله متفق معاك، لكن هتيجي ناس تقول او هتلاقي نقطه جدل على الامر ده. ناس هتقول ان ده يعني توسيع لدائره الاختيار والمدير الفني كتير جدا طبعا وشاف كل اللاعبين في مشارق مصر ومغاربها كل دوريات
في كل الدوريات وكل طبعا المستويات المسابقه، وناس تانية هتقول يعني معقول اللعيب اللي جاي من الدرجه الثانيه او من القسم الثاني او الثالث افضل من اللعيب اللي بيلعب في الدوري الممتاز في مركزه او لعيبه الانديه الكبيره في الدوري الممتاز؟ هيبقى في جدليه كمان عند الجمهور. وده هيفضل رهان معلق لحد ما الناس تشوف المنتخب، هتشوف المنتخب وقتها. يوم ما تشوف المنتخب وهيتنجح العناصر اللعيبه اللي من الانديه المغموره دي، هيحسب للكابتن ربيع ياسين وقتها زي ما كابتن جوهر يؤكد صح له. يعني كابتن محمود الجوهري كان الاهلي، كان عصر قطبين الاهلي والزمالك بجد، كان عصر قطبين. وشفنا لعيبه قد ايه، كنا من كل الانديه، شفنا احمد الكاس، شفنا هشام عبد الرسول، شفنا كابتن طارق سليمان، شفنا اسماء كتير جدا، صابر عيد وخالد عيد، شفنا كان من كل انديه مصر. ده كان منتخب مع كلمه منتخب، يعني كان المنتخب الوطني في عهد الكابتن محمود الجوهري كان بيبقى من 11 لاعب، لكن شفنا فترات كتير جدا كان منتخب الاهلي منتخب مصر الاهلي والزمالك بس، ولاعب او لاعبين بس. يمكن بس شويه القاعده وسعت شويه لما شفنا لاعبين محترفين سافروا بره. عموما ده جديد اللي عمله كابتن ربيع ياسين، ده في تجديد او في عوده لتجارب سابقه أكيد او قديمه في كره طبعًا القدم، كانت اختفت من ملعب النهائي. ورهان وممكن كابتن ومتميزين في الموضوع. ورهان كابتن ربيع ياسين لو باذن الله ربنا يوفقه هيبقى كابتن ربيع ياسين قدم لمصر بجد، قدم لجد. يعني انا شايف ان بياخد لعيب من الاهلي والزمالك ما بيساهمش كتير قوي في تطويره او لاظهاره، لانه كده كده من فريق كبير وكده كده هيلعب دور ممتاز وكده كده هيكون موجود. لكن لما يكون لاعب من السكه والاولمبي والمنصوره والجماهير تعرفهم وهو عنده اقل من 13 سنه والجمهور تشوفه والجماهير تتابعه وينجح ويبقى نجم، ده هيحسب لكابتن ربيع ياسين. يبقى كابتن ربيع مش بس بيأدي دور المدير الفني لمنتخب الشباب، ده كمان بيعيد بيقدم او بيحيي تجربه الكشافين. بالظبط بالظبط، اكيد بتفق مع حضرتك تماما. اكيد ان شاء الله كابتن ربيع يكون موفق، هو شخصيه مجتهده جدا في عمله. أكيد فضلا عما هو عليه كشخصيه على مستوى الاخلاقيات والجانب الاجتماعي، يعني في اجماع في الاراء على محبه هذا الشخص وتاريخه كلاعب وخبراته كمدرب. اتمنى له كل التوفيق طبعا ان شاء الله. خليني انتقل بعد الحديث عن منتخب الشباب ايضا الى منتخبنا الاولمبي. افضل الصور على الاطلاق في كره القدم حاليا في مصر صوره منتخبنا الاولمبي ونجومنا المتالقين، شايف المنتخب الاولمبي ازاي؟ انا شايف ان ده منتخب جه احيا كره القدم في مصر، يعني احياها جماهيريا، احياها اعلاميا، احياها صخب. يعني كنا الرياضه المصريه كانت الكره المصريه كانت راكده، يعني عارف بحيره راكده. احنا 50 يوم ما فيش، يعني يمكن الناس كلها كانت بتتكلم ان كره القدم في مصر برامج رياضيه، يعني برامج رياضيه بس. يعني احنا في مصر ما عندناش كوره حلوه في الملعب، ما فيش كوره في الملعب، كلها ازمات. فكل برامج رياضيه، كل اللي بتسمعه عن كره القدم بيخلي برامج رياضيه، لكن بتشوف بعينيك لا، بتشوف ماتشات لا، بنشوف الدوري بيتاجل في قبل ميعاده، الازمات عن. فبالتالي جينا في وقت منتخب احنا جاي على خلفيه اخفاقات، فبالتالي الناس مش مهتمه بيه. احنا لحد قبل البطوله بيوم تقريبا لو كنت عملت استفتاء في شارع مصر كنت ممكن تلاقي 50% من شارع مصر ما يعرفش ان المنتخب الاولمبي عنده بطوله. انا بقول 50% دي، وانا عارف ان هو اقل من كده بكتير، يعني ممكن تبقى مثلا 70% من الشارع المصري ما كانش يعرف ان المنتخب الاولمبي عنده بطوله. عارفين ان المنتخب الاول فشل، في احباط، ده مؤثر على الاقبال الجماهيري، وكان اثر في مباراه الافتتاح طبعا اثر سلبيا، في حاله احباط كبيره جدا من الشارع المصري على كره القدم المصريه بصفه عامه. يعني الجمهور الشارع القروي في مصر مش متقبل، عنده احباط كبير جدا، شايف ان كره القدم في مصر ما هي الا مجموعة أزمات، حلقة أزمات، كرة أزمات، مش كرة قدم، كرة أزمات. فبالتالي حصل إحباط. ده أثر على مباراة الافتتاح. يعني شفنا المنتخب الأولمبي رغم الحملة الإعلانية الكبيرة جدا اللي حصلت، لكن ما كانش فيه تجاوب في الشارع المصري. لكن جه لمباراة الافتتاح الناس شفنا العدد قليل جدا، يمكن كان صدمة للناس كلها إن إزاي افتتاح بطولة كبيرة في مصر وكده. لكن شفنا لما كسبوا ابتدت الإعلام يتكلم، ابتدى الناس يقولوا احتمال. وطبعا لو كنت حضرتك برضو أجريت استفتاء قبل البطولة كان 80% من الشعب المصري يقول لك المنتخب مش هيكمل، مش هيوصل. لكن شفنا خصوصا لما يتقال اسماء المجموعه، أسماء انا بلعب في مجموعه واحده مع مالي والكاميرون ده حتى يمكن الاحباط كمان الكبار. يمكن من ساعه القرعه كمان، يعني ساعه القرعه نفسها ناس احبطت، قال لك حتى المنتخب الاولمبي فبدا المنتخب الاولمبي يغير الصوره. الفشل القديم للمنتخب الاولمبي برضو كان عامل احباط، ان هم ما تاهلوش لدوره العاب الاولمبيه من فتره، ما فيش بطوله افريقيا بنكسبها، احنا ما بنكسبش حاجه خالص، ما بنكسبش بطوله من فتره طويله جدا. فجه الاحباط ده حصل عند الشارع المصري. جت مباراه غانا، دي مباراه غانا بقى عملت النقله، يعني بجد مباراه غانا دي هيكون ليها فضل كبير جدا 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 في حاله انتعاش في الكره المصريه. يعني المباراه دي كانت سبب رئيسي في ان المنتخب يتاهل، ونرجع اكتر من مره خلال ونرجع اكتر من مره. الجمهور التف، يعني مين كان يقول ان مباراه تحصيل حاصل مع الكاميرون نشوفها في هذا الكم من الجمهور؟
يعني انا كنت شايف ان كان في جمهور في مباراه غانا 20,000 تقريبا حاجه زي كده، لكن ما كنتش متخيل ابدا المباراه تكمل بالتحصيل حاصل فيها هذا الكم من الجمهور، ويمكن خصوصا مع تاريخ منتخبين هم غانا طبعا في المقام الاول طبعا غانا طبعا وبعدها نيجيريا في تاريخ المنافسات على مستوى العالم والشباب ده عالميا يعني دايما بيقولوا هم اللاعبين عندهم صغار السن مميزين جدا طبعا يعني دي منتخبات حضرتك مش هدفها التاهل، دي هدفها يعني احنا كمنتخب مصر هدفنا نتاهل لدوري طوكيو، نهايه الحلم بالنسبه لنا حتى الان التاهل لدوري طوكيو، لكن لما بنتكلم عن منتخبات زي نيجيريا وغانا لا دي منتخبات نظرتها ابعد من مجرد تاهل، بتبقى نظرتها دايما المنافسه على هل اداء منتخبنا ده هيرفع سقف التوقعات؟ ان شاء الله نكمل يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله في المباراه اللي جايه امام جنوب افريقيا ان شاء الله ونكمل المشوار باذن الله ويكلل الجهد بالفوز بالبطوله، يعني في كل الاحوال يعني الكره فيها كل شيء هو التاهل كملنا بنفس انا شايف ان باذن الله باذن الله في حاله فوز المنتخب الوطني باذن الله المنتخب الاولمبي على جنوب افريقيا باذن الله اعتقد ان دي هتبقى نقطه تحول في سقف كل حاجه لا في الكره المصريه انا شايف ان دي هتبقى نقله كبيره جدا، نقله من الاحباط لتفاؤل يعني مش هقول لكن انا هقول من احباط لاحياء امل من جديد، مش هقول تفاؤل هقول احياء امل من جديد ان يتغير سقف طموحات الكره المصريه خلال المشاركه في اولمبياد طوكيو ان شاء الله؟ لا سقف طموحاتنا لا مش كجمهور ولا كجمهور كمنتخب وجهاز فني لا ده حسب القرعه بقى وحسب الظروف حسب لسه نشوف مجموعتنا لسه نشوف مجموعتنا ايه وبتاع وكده، احنا كان سقف طموحاتنا كبير جدا في كاس العالم بس نركز على الخطوه اللي جايه مباراه قبل النهائي، لكن انا بس يكفي او نشكر المنتخب الاولمبي ان هو اخرجنا من حاله احباط كبيره جدا، اخرج الكره القدم المصريه من خندق ازمات واخرج جماهير الكره المصريه من حاله احباط، انت شوف دلوقتي الناس كلها بتسال ازاي على موعد مباراه جنوب افريقيا، الناس كتير جدا هو ده اللي الناس مفكره الناس منتظره شوف هيكون مصر الاستاد ازاي يعني الناس كمان، وبشكر كمان يعني اللجنه المنظمه للبطوله ان هي تداركت خطا جسيم ارتكبته في بطوله كاس الامم الافريقيه، ان كان في بالنسبه لاسعار التذاكر دلوقتي التذكره ب 20 جنيه وكمان في تسهيلات كبيره جدا في بيسهلوا على الجمهور بيسهلوا على الجمهور يعني تخيل دلوقتي انت خمس افراد دلوقتي بيخشوا ب 100 جنيه زمان كان في البطوله اللي فاتت كان خمس افراد يخشوا ب 1000 جنيه شوف الفرق 10 اضعاف يعني شوف لما احتاجوا للجمهور او يعني اعتقد أو كمان بقى في دافع للجمهور وفي دافع للجهور مع الاداء الجيد والنتائج الجيده يعني انت حضرتك بتتكلم انت كده سهلت على الناس انها تروح تفتكر هيبقى في حضور جماهيري كبير ان شاء الله يا استاذ علاء انا اتوقع ان يعني اتوقع لو حصلت نفس التسهيلات يعني مش تسهيلات يعني اقصد لو نفس الظروف اللي كانت عليها مباراه الكاميرون وغانا اعتقد الاستاد ممكن يكون فيه 60,000 على الاقل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ويكلل الجهد ده والمستوى اللي شفناه في المباريات اللي فاتت في المجموعه بالفوز ان شاء الله وهيبقى رقم قياسي كمان يعني انا اسف انا بس بقول لك ان مباراه مصر وجنوب افريقيا انا متاكد من انها هتعمل رقم قياسي جديد في تاريخ بطوله افريقيا في الحضور الجماهيري باذن الله في الحضور الجماهيري ان شاء الله ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم شويه عن رمضان صبحي الجمهور كمان فرحان بيه جدا، كان في انتقادات موجهه له في الموسمين الاخيرين، رمضان صبحي عنده خبرات امكانات قوه بدنيه مهارات غير عاديه كلاعب ولكن لسه مش مستفيد بيها هو وفريقه بالشكل الامثل أكيد. انهاء الهجمه أكيد. التهديف اللمسه أكيد. الاخيره المجهود الكبير اللي بيعمله ازاي يوصل للجون يعني يخلص بقى الهجمه بالشكل الكويس مزبوط. الناس مبسوطه جدا من ادائه وانطلاقته مع النادي الاهلي الموسم ده تحت قياده دايلر طبعًا. وده اترجم اكتر من خلاله وشفنا ده بشكل افضل مع المنتخب الاولمبي. شوف يعني زي حضرتك بتقول في ناس انتقدوا اداره النادي الاهلي ان هي دفعت فلوس عشان تجيب وقت العارة ونستدعيته بمبلغ كبير، قالت لك ازاي النادي الاهلي يدفع فيه وهو يعني كده ده كان على خلفيه ادائه قبل ما يسافر وان كان عنده تقصير في 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 تقصير في موهبته يعني مش في كمان يعني حتى مش تقصيره مع النادي الاهلي تقصيره في موهبته هو الشخصيه تقصير في امكانياته هو البدنيه الهائله الفنيه الهائله كلاعب واعد بجد نجم واعد بجد فكان في انتقاد ليه انتقاد جماهيري جدا والانتقاد ده جه للنادي الاهلي لما استعاره من نادي هرسفيد بمبلغ كبير، دلوقتي شوف الجمهور دلوقتي بيطالب النادي الاهلي يدفع قد ايه فيه عشان يتم تجديد العاره ليه او يعني شراءه وصل لقمه ادائه بقى وامكاناته في احنا بنتكلم على المنتخب الاولمبي ان رمضان صبحي مش بس اغلى لاعب في المنتخب الاولمبي، رمضان صبحي هو اغلى لاعب في الدوري المصري في القيمه التسويقيه وفقا لموقع ترانسفير ماركت هو اغلى لاعب في الدوري المصري في القيمه التسويقيه، احنا الدوري المصري بتاعنا قيمته التسويقيه الحالي 146 مليون يورو، اعلى لاعب في الدوري المصري قيمه تسويقيه هو رمضان صبحي 5 مليون يورو، يمكن هو مش الاعلى في بطوله افريقيا المنتخبات الاولمبيه، هو الاعلى في المنتخب الاولمبي المصري بس هو اعلى لاعب في الدوري المصري، يمكن
سعره ده بيقول ان هو لازم يستاهل كده، لان مش احنا مقيمينه، مش احنا بنقول رمضان صبحي الاغلى او الاعلى، دي قيمته الماليه وفقا لموقع عالمي بيقيس بعدد المباريات بعدد الاهداف بعدد طبعا في عدد المشاركات. فانا شايف ان رمضان صبحي اشتغل على نفسه كتير جدا، اشتغل على نفسه خاص يعني. رمضان صبحي يمكن اللي ما علمش كتير جدا، رمضان صبحي لما رجع المره دي كان بيعمل تدريبات خاصه جدا لوحده، وبيعمل شغل بدني لوحده، بيعمل شغل مهاري في بدايه الموسم ده. طبعا علاء لما شافه رمضان بدا يحرز اهداف اكتر، طبعا مجهوده ده والوصول للمرمى طبعاً والمنطقه الجزاء طبعا لا لا بدا يحولها نضج، حصل فيه نضج ونضجه وطبعا اكيد ان هو كل ما سنه بيكبر النضج عنده بيعلى، نظرته للكره بتختلف. يمكن الاول كان زي ما بيقولوا صوت الشباب، عايز يثبت نفسه باي شكل من الاشكال، شفنا بعض التصرفات ليه ما هيش هيكررها تاني ابدا دلوقتي، بعض الانفعالات حتى في الملعب ما بقتش تتكرر تاني عنده. ده النضج ابتدى، وده كويس جدا انه حصل وهو في سن صغير، وهو دلوقتي شفناه ما شاء الله دلوقتي يمكن البطوله دي لو باذن الله وفق المنتخب الوطني فيها انه يكسبها باذن الله وتاهل لطوكيو، هتكون دي علامه فارقه في تاريخ رمضان صبحي ومع مصطفى محمد. وفي لاعبين بيوصلوا لقمه عطائهم بيبقوا في اعلى مستوياتهم من سن 20 21 سنه. اعتقد ان رمضان صبحي من النوع الثاني اللي لسه هنشوف الافضل منه، واللي هيوصل لقمه ادائه الفني في الملعب في مرحله 24 احنا عندنا جيل هيوصل لاعلى من كده. احنا عندنا كمان جيل كامل، منتخب مصر جيل كامل اتولد في بطوله كاس العالم للناشئين او للشباب اللي كانت في استراليا سنه حاجه و80 مع الكابتن هاني مصطفى الله يمسيه خير، اللي هي البطوله ظهر منها الكابتن طارق بوزيت اللي كان هداف، خد الحذاء الذهبي وقتها، هداف بطوله كاس العالم في استراليا للشباب. ده وقتها جيل كامل اتولد من بدايه من حارس مرمى محمد عاشور لخالد القماش لعدد كبير جدا من الاسماء يعني، وكابتن محمد حلمي. ده جيل كامل يعني راحوا كاس عالم في استراليا ما حدش كان بيشوفها تقريبا، كانت 81 في استراليا، احنا ما كناش بنتابع البطوله دي خالص، ما كانش في نقل فضائي وما كانش في اي حاجه خالص. فجاه لقينا جيل بياخد بيكسب منتخبات عالميه، بياخد مركز رابع في بطوله كاس عالم، فجاه لقينا الجيل ده كله كمل وبقي جيل نجوم تقريبا الطقم كله يعني. انا يمكن لسه شايف قريب مباراه لمصر واسبانيا في البطوله دي، بطوله كاس العالم اللي كانت في استراليا دي، كان فيها كابتن طارق بوزيت ومحمد حشيش ومجموعه، كل الاسماء بما فيهم البدلاء كلهم اصبحوا نجوم منتخب مصر. هل حضرتك متفق مع الاراء اللي بتشوف ان رمضان صبحي لسه بيبدا مرحله جديده في حياته ممكن تبقى اهم مراحل اداؤه الكروي؟ اكيد طبعا، لسه ما كانش وصل للتوب فورم طبعا وافضل ما لديه لحد دلوقتي، بيبتدي المرحله الافضل. اكيد هو بيبتدي مرحله جديده، دي نقله جديده، بطوله دي نقله جديده، ويمكن كمان حتى الثلاث مباريات الاولى مع النادي الاهلي، ثلاث مباريات وبطوله الماتشين افريقيا، يمكن ماتشين الدور الاربع ماتشات افريقيا، وبعد كده عندك الماتشات في الدوري، يعني سبع مباريات عملها بشكل ايجابي جدا. هو فرض نفسه كتير من طبعا بحاجة. فرض نفسه انه يكمل الاول للنادي الاهلي في المرحله دي، يمكن كان امر مستعجب جدا ان هو يبقى هو سوبر ستار نجوم الاهلي في السبع مباريات الاولانيين في بدايه قبل توقف الدوري، واستكملها مع المنتخب الاولمبي شفناه بشكل مختلف جدا. فان شاء الله باذن الله اعتقد ان دي هتبقى نقطه تحول ايجابيه جدا في حياته. هل تعتقد او ام تتمنى ان يكون هناك عدد جديد من المحترفين المصريين في الخارج في اوروبا تحديدا انطلاقا من مرحله نهايه كاس الامم؟ اتمنى بس اتمنى يكون صغر السن، اتمنى ان احنا عندنا لعيبه تسافر وعندها يعني نفس تجربه ميدو تكرر تاني، اللي هو اللاعب اللي 17 سنه 18 سنه 19 سنه، اللي هو اللاعب اللي يكون عينه طريه يتشكل في اوروبا، يتشكل بجد، يتشكل سلوكيا واخلاقيا وحتى بدنيا كمان يتشكل. يعني انا مش عايز لعيب يسافر وعنده 24 سنه و25 سنه خلاص بيكون تكون، لكن لما يكون لاعب صغير عنده 16 سنه 17 سنه 13 سنه لا بيكون عجينه طريه بجد في ايد المدير الفني هناك. بيكون صعب عليه شويه الغربه، لكن صغر سنه بيخليه يتاقلم، تلاقيه وهو عنده وصل 20 سنه بيكون خلاص اتعرف بشكل كبير جدا ويكون اتاقلم على الحياه. تخيل يكون عنده 20 سنه او 21 سنه وبالنسبه لاوروبا خلاص بقت حياه عاديه جدا، خلاص بقى ثلاث سنين في الدوري الاوروبي، فبالتالي بيبقى عنده فرصه استمراريه كبيره جدا. يعني لو احنا عندنا لعيبه احمد فتحي حقق ده حتى لو ما كانش على مستوى اوروبا، حقق ده كلاعب محترف في الدوري المصري الممتاز بشكل مباشر. طبعا لانه بدا يلعب مع الفرق 17 سنه بيلعب ملعب طبعا مع اللاعبين الكبار، فعلى سن 20 21 بقى احمد فتحي ده يعني نجم. انا بقول تخيل حضرتك لو عندنا لعيبه مصريين مثلا بحجم مثلا يمكن اصغر واحد احترف كان ميدو، بقى كده كابتن هاني رمزي ودول سافروا اصغر، لكن عندنا بعض اللعيبه لو كانوا سافروا
زي احمد حسن، زي هاني رمزي، سافر هاني رمزي واحد بعد كاس العالم على طول. 21 سنه، مواليد 69، مواليد 69، سافر هو عنده 21 سنه، سافر صغير، ميدو سافر عنده 19 سنه، محمد صلاح كمان يمكن شويه لحق برضه نفس القصه 22 سنه، فده كان شيء ايجابي بالنسبه لهم عشان كده نجحوا. انت حضرتك لو شفت انجح التجارب عندنا تلاقيهم كلهم اللي سافروا صغيرين، والتجارب اللي ما كملتش اللاعبين اللي سافروا كبار السن. شفنا يمكن كان في بعض اللاعبين كنا بنتكلم عليهم كنا بنسخر من مثلا احتراف بعض اللاعبين في تركيا كانوا بيقعدوا نص موسم ويرجعوا لانه كانوا بيسافروا عندهم 26 سنه 27 سنه. انت حضرتك لو عملنا مقياس لانجح التجارب المصريه هلاقيهم الثلاثه دول هاني رمزي وميدو ومحمد صلاح لانهم سافروا وهم سنهم صغير جدا جدا. كمان احمد حسن قعد فتره كبيره، احمد حتى حسن لو قعد، بس احمد حسن قعد بخبراته يعني ما قعدش مستقر في مكان واحد، بس ما استقرش يعني قعد فتره طويله ماشي بشكل كويس، بس ما استقرش وكان وكان بيلعب طبعا هو كان بيلعب في انديه قمه، بس انديه قمه مش ما وصلش ليفربول، ما وصلش مش المستوى ده، لكن احمد حسن وصل توتنهام. طبعا احمد حسن كان في نفس مستوى هاني رمزي وصل يعني ابتدى انه يشاطر، بعد كده وصل في بريمن وكان خلاص يعني لو كان استمر ليه شويه ثاني او كان الظروف سمحت له وقتها كان ممكن يبقى نجم في بايرن ميونخ بالظبط، يعني كنا ممكن ننتظره وكان كنا بنسمع وقتها ما كانش الاعلام بشكل صحيح. كايزر سلاوتن جاله وقت كان فريق خلاص خد الدوري وبدا بروسيا دورتموند كان بيتكلم عنه وقت التعاقد مع النجمين بقى هاني رمزي وسمير كمونه كان هو بطل الدوري يعني. مظبوط يعني، لكن شوف مثلا لو كان محمد عماره وسمير كمونه سافروا زي كابتن هاني رمزي في سن صغير كان ممكن يستمروا بشكل كبير جدا، لكن هم سافروا كبار فبالتالي ياسر رضوان ومحمد عماره سافروا سنهم كبير فبالتالي ما كانش كانت الفرص المتاحه. احمد بلال سافر كبير، محمد فاروق سافر كبير، ايمن عبد العزيز سافر كبير، كلهم دول سافروا وهم عندهم 26 سنه 27 سنه، فبالتالي كان بالنسبه لهم مرحله قصيره. لكن انا شايف المنتخب الام ده لو محمد زيدان كمان كان ماشي بشكل كويس قوي مع محمد زيدان احنا اكتشفناه محترف يعني. محمد زيدان ما كناش نسمع عنه غير لما لقيناه في الدنمارك يعني، فجاه لما كابتن شوقي غريب اكتشفه او تقريبا كابتن شوقي غريب اللي اكتشفه في الدنمارك ما كانش حد يسمع عنه قبل كده يعني محمد زيدان يعني ممكن كان اسمه بس يعني نسمعه، لكن كان هداف الدوري الدنماركي في 2003 2004 وله تجارب في المانيا ما بين انديه يعني له تجارب كبيره جدا ولعب مع بروسيا دورتموند. بس يعني حضرتك لما يعني انا يعني مره كنا النادي الاهلي كان في معسكر في الدنمارك سنه 2004 رحنا لقينا صور محمد زيدان ماليه، الناس كلها في الدنمارك عارفه محمد زيدان بشكل كويس جدا. طبعا يعني من الناس اللي فلتة موهبه بتتفرج على مباريات كبيره كلها واللي احرص فيها اهداف وعشان كده استمر انا بقول لحضرتك يعني الاستمراريه مرتبطه بالسن. انا شايف ان كل ما لعيب سافر صغير اعتقد انه فرصه في النجاح اكبر بكتير، بس مش مشكله المحطه الاولى. عندنا نموذج رائع وحي الكابتن محمد صلاح ازاي احترف في نيوشاتل، وكان وقت احترافه ما حدش بيتكلم معاه، شوف دلوقتي ما شاء الله العالم كله بيتكلم عنه على مستوى على مستوى يعني حتى مكان تقييم احنا مكان محترف في نيوشاتل اعتقد الاعلام المصري ما كانش بيتكلم عنه مكان محترف يعني، حتى مكان بيجي من المنتخب ما كناش بنشوف حوارات مع محمد صلاح هو محترف الا فيما يعني الا فيما نظر، لكن شوف دلوقتي العالم كله بيتكلم عن محمد صلاح. انا دايما السؤال ده يعني اصبح تكراره اعتقد انه اصبح مزعج للضيوف ولا مقدمي البرامج وحتى للجمهور والمشاهدين، فكره هل عوده الجماهير حلم ام واقع ام حقيقه؟ لان حضرتك تعلم ان احنا بنقول ده من وقت كاس الامم الافريقيه وامتلأت الجماهير بالمدرجات مع التحضيرات اللي الدوله عملتها والتجهيزات والتطوير في الاستادات، ولكن بعد البطوله الناس اتفاجئت ان رجعنا لشكل السيناريو العادي في الدوري. أكيد فين المشكلة؟ أكيد يعني أنتم على درجة جيدة جدا من القرب من دوائر صناعة القرار الخاص بعودة الجماهير. والله لما حضرتك تسمع تصريحات كل الجهات المسؤولة تحتار وتعرفش فين المشكلة. أنا عن نفسي ما بعرفش فين المشكلة. أنا من أيام المهندس خالد عبد العزيز والدكتور أشرف صبحي يمكن أول تصريح لأول مسؤول بيجي عودة الجماهير، لكن أنا بعتبره ده تصريح استهلاكي. تصريح بقى اساسي بيبتدي بأي يعني مسؤول يعني انا سؤال. للاسف الشديد مع كل بطوله بيقول لك ان دي انا عن نفسي مش متفائل على الاطلاق خالص يعني يعني ولا كنت مصدق يعني انا وصلت لمرحله ما بصدقش في هذا التصريح. الناس المفاجاه الحقيقيه بقى السنه دي كان في بدايه الدوري الموسم ده لما لقينا في سيناريو بدايه الدوري بعدد محدود جدا. لا 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 خالص خالص لا 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 انا كنت عارف وقلت في برنامج ان ده مش هيحصل ورهنت على انه مش هيحصل لان كنت عارف ان ده تصريح استهلاكي تصريح اي حد الغربال الجديد له شد اي واحد بيجي مسؤول في اتحاد الكوره في نادي في جهات امنيه في اي حاجه في وزير في وزاره اول حاجه بيقول لك طب عاوز إيه الجماهير يمنع؟ يعني ايه اللي يمنع؟ احنا شفنا الجمهور مالي الاستادات في البطوله في كاس الامم الافريقيه حتى لو لم نوفق فيها لكن شكله عشان وجه عشان لا بص انا شايف ان حضور الجماهير في مباراه افريقيه ده اخبار
حضور الجماهير في المباريات الافريقيه اكبر. حضور الجماهير في مباريات بطولات كبيره ده وجه مصر، وجه لمصر. ما ينفعش ان مصر تنظم ده بطولة. ضروري ده ضروري، ده ضروره حتميه على كل الجهات ان تخضع لهذه الضروره. ما ينفعش مصر تنظم كاس امم ما يكونش في حضور جماهير. فبالتالي بيكون حضور جماهيري اجباري او الجهات تجبر على حضور جماهيري. حلاوه الدوري العام بلاش البعد الخاص بالاستثمار والايرادات. النهارده ناقد رياضي زي الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير بيقول لنا بيحلم يبقى تسويق الدوري المصري بقيمه كبيره، وانه يسوق عربيا ودوليا، وانه يدخل بورصه الاستثمار الرياضي في مصر عربيه واجنبيه واستثمارات قادمه من خارج مصر. كل ده عشان يتطبق. مستحيل. مش لازم يكون المستثمر قادم على سوق فيه حراك حقيقي في الرياضه وفي حضور جماهيري وفي خروج ودخول من الاستادات وحركه وامتلاء وتشجيع للفرق وايرادات للمباريات. احنا كان قبل احداث 25 يناير كنا الاعلى الدوري الاعلى تسويقيا عربيا وافريقيا. دلوقتي احنا تراجعنا بقينا الرابع عربيا، يمكن كمان يعني الاول عربيا السعوديه 333 مليون يورو، الثاني الدوري القطري، الثالث الدوري الاماراتي، الرابع الدوري المصري، والدوري الجزائر وتونس والمغرب بيقرب مننا بشكل كبير جدا. احنا تراجعنا من القيمه التسويقيه للدوري المصري من 184 مليون يورو الموسم الماضي ل 146 مليون يورو هذا الموسم، يعني احنا تراجعنا بنسبه 40 مليون يورو قيمه تسويقيه. ده وفقا لتقييم ايه يا استاذ؟ ده تقييم موقع ترانسفير في مركز روبي. يعني تقييمات اكبر تقييمات في العالم. طبعا مش بتقول حاجه كتير. لا التقييم الرسمي ده موجود رسمي، ده موقع رسمي موجود، واحنا الاول بعد جنوب افريقيا، ولا ده موجود رسميا يعني. ده كويس عشان ناكد لل احنا بنراجع، وده بنراجع بنسبه التنظيم. احنا مش ممكن هتيجي شركه او تلفزيون كبير او محطه تلفزيونيه او مستثمر يجي. يعني فكره ضخ اموال في الرياضه المصريه، وانت ما عندكش جدول دوري، ما عندكش جدول دوري. انت عندك عروض جات لك من احدى القنوات الفضائيه العربيه عايز تشارك في، مش هتختار الدوري المصري، هتبث مع التلفزيون المصري الدوري المصري. ولما جم شافوا ان مفيش حضور جماهيري اتركوا عن الفكره، قال لك مش هنجدد العرض الا بعد حضور جماهير مصر. وتاني مره بقى يبقى ده الاساس. وتاني حاجه قال لك انا هذيع مسرحيه صامته، هذيع هي مسرحيه صامته. وبعد كده تاني حاجه ده قبل كده جه بعد توقف الدوري الازمه اللي فاتت دي، تحدثت مع مسؤول في القناه دي، قال لي احنا كان عندنا سبب واحد دلوقتي بسببين، عدم انتظام مسابقاتكم وعدم حضور جماهيري. احنا تراجعنا والفكره متراجعه، وفي شركات كتيره جدا جدا في الخليج العربي في الامارات والسعوديه والكويت كانت ناويه مهتمه جدا بالدوري المصري. شريطه ان اعود للشكل المنظم والمؤكد في انتظام. انا ما اقدرش انا كقناه رياضيه عربيه متخصصه عندي ملايين استثماراتي بالملايين، اقول ان عندي مباراه اهلي وزمالك بعد يومين واقعد اعمل لها تنويهات وابعت كادر يجي هنا مصر ويصور واجي قبل المباراه ب 48 ساعه والمباراه اتجلت. قال لك انا ساعتها اخسر ملايين لما اعمل دعايه للمباراه. مفهوم. يعني هم محتاجين شرط للاستثمار في قطاع الرياضه او الكوره في مصر انتظام المسابقه والمباريات وتاكيد مواعيدها والحضور الجماهيري وامتلاء الاستادات. ده اساس طبعا للاستثمار. والاثنين صعب. للاسف وقتنا مش هيتسع المزيد من التساؤلات، لكن اسعدتنا بوجودك معانا النهارده الناقد الرياضي بالاهرام الاستاذ علاء عزت. بشكر حضرتك على وجودك معانا. شكرا جزيلا لك. شكرا، ربنا يخليك. كل الامنيات الطيبه لمنتخبنا غدا ان شاء الله باذن الله، نتدارك الاخطاء الفنيه اللي وقعنا فيها في المباراه الاولى ونفوز على ملعب المنافس زي ما قال الاستاذ علاء. الفارق كبير جدا بالحسابات والارقام والتاريخ والخبرات وتقييم اللاعبين ماليا وفنيا لصالح منتخبنا الوطني امام منافسه منتخب جزر القمر غدا على ملعب المنافس وبين جماهيره. كل التوفيق لمنتخبنا وقيادته الفنيه بقياده الكابتن حسام البدري. نهايه هذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله.